صباح الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا هذه الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال. غادي نتكلموا فيها اليوم على واحد الإحساس اللي كيجينا احنا يعني بشكل هو عادي، ولكن في بعض الأحيان يقدر يوصل يعني لإحساس اللي كيغير شي شوية في السلوك ديال الإنسان، واللي تيعرفوه الأخصائيين بلو سيندروم دو باري. غادي نتعرفوا عليه مزيان شنو هو هذا لو سيندروم دو باري مع الدكتورة أمل شباب. صباح الخير دكتورة أمل. صباح النور عزيزة. وهي فعلا احنا بعض المرات يعني بشكل هو عادي تنكونوا كيكون عندنا شي انتظارات، ولا كان شي صوره مثاليه ديال شي حاجه ولا ديال هذا، ومني كنتلاقاوها صدمه، ماشي صدمه، كتقول هذا هو اللي تم ترويج ليه وهذا اللي سميته، كنلقاو يعني مغايره تماما لما كنا نتصور. لو سيندروم دو باري منين جا دكتوره امل؟ الو التسميه ديال هذا لو سيندروم، يعني التسميه ديالو جاي من واحد القصه، قصه ديال بعض اليابانيون اللي مشاو وسكنوا في باريس، يعني لعده اسباب، الخدمه، قرايه ولا شي حاجه. خصنا نعرفوا بانهم يعني حسب ما هو مكتوب يعني فوالا الشرح ديال هاد منين جات هاد السميه. نعم. يعني اي واحد دابا غادي يبحث غادي يلقى نفس الشرح، دونك ماشي الهضره ديالك ماشي ديالي انا، كنعاود شنو. نعم. منين جا هاد السميه؟ دوك اليابانيون هما عندهم واحد النظره اللي هي مثاليه ديال فرنسا وباريس، اكثر هي باريس، يعني باريس لاسان الرومانسيه. نعم. الرومانسيه الفرنسيون كيفاش كيتكلموا، الطريقه، لاغ دو فيفغ، لامور، النظره الاولى، بزاف الحوايج يعني عندهم هاد، يعني عندهم هادشي في بحال قلتي ان بو في لا كولتور ديالهم. نعم. ولا في التقاليد ديالهم، في الافكار ديالهم. شنو وقع؟ دونك بعض منهم يعني جاو لباريس، اما عطله، اما جاو خدمه، اما ايميغري جاو مشاو يخدموا ولا اي حاجه. نعم. شنو كيلقاو؟ لقاو بان ديك التخيل ديالهم اللي كانوا كينتظروه، والصوره يعني اللي روجوا ليها من الصغر ديالهم هما كيسمعوا كبروا بهذه الصوره هذه، يعني ديك الصوره ديال باريس راه هي يعني واحد مثاليه، اكثر من مثاليه. فاش مش كيمشيو بحال دابا يمشيو يخدموا ايميغري، دونك مشاو يخدموا في فرنسا كيصدقوا بان الحقيقه بان باريس يعني فيها حوايج بحال اي حاجه ولا اي مكان في العالم. نعم. كاين حوايج زوينين وكاين حوايج ماشي زوينين. نعم. كاين حتى الطريقه ديال التعامل ديال الفرنسيون، كاين بعض منهم يعني كتعرفي دابا اليابانيون راه عندهم داك الشيء ديال. نعم. ديال لو كومبورتمون هذاك هذاك لاغ دو فيفغ اللي كتسميه، كيفاش لا بوليتيس، كيفاش ما يحبسكش في الهضره، كيفاش ما يقولكش لا. نعم. بطريقه يعني ديريكت، كيمشيو مشاو لفرنسا لقاو العكس ما فهموش. دونك هذه من جهه، دونك يعني بحال قلتي شافوا هذا الواقع، وحاجه اخرى ما يقدروش يرجعوا لبلادهم يقولوا يعني بحال اللي ما نجحوش، راه تصدمنا وما نجحوش في هذاك يعني فاش مشاو يخدموا ولا مشاو يقراو في فرنسا. دونك يعني ما خافوا من ديك النظره ديال المجتمع ديالهم ديال عائلتهم بانهم ما نجحوش في واحد السفر داروه ولا واحد الخدمه داروها في ديك البلد اللي هي بلد بين قوسين مثاليه في عندهم في الافكار ديالهم وفي الذهن ديالهم. منين جا هاد التسميه ديال سيندروم دو باري؟ ولكن اللي جينا نفكروا فيه كثر، نساو هاد القصه. نعم. ونشوفوا في الحياه ديالنا اليوميه، كنشوفوا بان الخيال دائما هو اجمل من الواقع. نعم. اكثريه دائما ديك اول مره، ديك اول مره بحال دابا انا لا عطيتك بحال دابا ما نقولكش لا كلاص حيت البرد، ولكن لا قلت لك بحال دابا الشكلاط، بحال دابا الشكلاط، ولكن يمكن ما عمرك ما خديتي الشكلاط واحد النوع ديال الشكلاط. يعني غنوريه لك، غتقولي واه هذاك الشكلاط يعني ما عمري ما خديته، ولكن في غتاخديه كاين ديك التجربه الاولى اللي بحال الانسان كيقول اوكي شكلاط. يعني ما كتبقاش ديك لينوسانس ديال اول مره، ديك اول مره فاش كنجربوها كنفقدوا شويه من ديك لينوسانس ديالنا ومن ديك الخيال ديالنا الايديال ديال كنشوفوا الحاجه اللي هي زعما. انا المساله وقعت لي مع لابويا باس كنتي متخيله شي حاجه زوينه ساعه عرفتي شغدين ما نعرفش شنو هذا ساعه جاتني شفتي دوك فاش دي بوليون دو باسون زوين، لا ماشي ما زوينش، ولكن ماشي ديك اللي كنت كنتسنى واو ما نعرف شنو خصني نمشي لبلاصتو باش ناكلو باش هذا. مي اون فان دو كونت علاش هذه قوه ديال الخيال. نعم. ديال كيفاش كنتخيلوا، كيفاش كنسمعوا الهضره، وكيفاش كنزينوا الهضره، حنا نمشيو غير للزواج.
من هنا منين جات المساله؟ نجيو لهاد القضيه ديال الزواج. الحياه الزوجيه. يعني كنكبروا ديك البيتات ديالنا بحال بالافلام، افلام رومانسيه، ديك الافلام يعني بحال دابا التركيه، المكسيكيه، الافلام، بزاف ديال الافلام اللي كتعطيك واحد الفكره ديال الزواج اللي ماشي غير مثاليه. فارس الاحلام. فاش كتزوج كتقول اوه هذا هو الزواج، دونك نصدقوا في حوايج اخرين. هي الزواج تجربه زوينه، هي سنه الحياه، ما قلنا والو غير هذاك الخيال. كيفاش اي حاجه فاش قبل ما نديروها اول مره، بحال الانسان فاش كيتزوج مره الاول ولا طلق طلاق راه يقدر يوقع، جوج الناس ما تفاهموش، ولكن ديك الزواج الثاني ما عمره ما غيكون بحال التجربه ديال الزواج الاول، باسكو ديك اول مره ولا العرس ديال اول مره عندها الخصوصيه ديالها، ديال العلاقه ديال اول مره ولا ديال غير فاش كنبغي الانسان اول مره، ديك الحب ديال البرومي امور. نعم. ديك اللذه ديال البرومي امور ما كتعاودوش مره ثانيه، كيتبدل، كاين حوايج اخرين، ولكن بحال قلتي بحال كتفيق، كتصرفق، كتقول اوكي هذه الحقيقه، دابا خصني نرد البال، خصني كنوليو حاضين راسنا اكثر وكنرجعوا للواقع. نعم. اكثر. الوغ مادام تسمى ان سندروم الا يعني عنده علاقه مع بعض المشاكل النفسيه اللي يقدر يخلقها، شويه المشاكل النفسيه اللي كيخلقها هذا سندروم دو باري او لا هذا الانتظار اللي فايت الحد ديالو. حنا دائما تنعرفوا ان الانتظارات كتخلي الانسان كيتصدم، يعني كتطلع عليها بزاف. فوالا هذه دائما يعني كتخلي الواحد دائما تكون عنده انتظارات معقوله وما يكونش كيتسنى اكثر من القياس، وتنتكلموا عليها بزاف لدرجه حتى في لو كوتشين وفي البي ان ال هذه المساله مفروغ منها. ولكن هذه الانتظارات منين تتكون عاليه بزاف، شنو هي المشاكل النفسيه والعواقب ديالها على نفسيه الانسان اللي تقدر تخلق، سواء النفسيه او حتى العلاقات يا دكتور امال؟ تجربه، يعني ما خصهاش دائما كل حاجه نرجعوها غترجعها مرضيه ولا شي حاجه، غير بحال قلتي كنقويو الشخصيات ديالنا، خصنا ناخذوها من هذا. دونك هنا ماشي عواقب، لا هنا في حالات مثلا ان الانسان واعي بهذه المساله وعلى بال، عارف راسه بان تجربه، ماشي كلشي الناس امال عارفين بانها تجربه. علاه كنتكلموا يعني عليها؟ فوالا داك الشيء علاش يعني بزاف الناس اللي تيقدروا يعني يكون عندهم العكس ديال هذا الشيء، في بلاصه ما غيقول تجربه يمكن غادي يدخل في حاجه اخرى. يقدر الحاجه الاولى اللي هي بديهيه يقول لك غيدخل في اكتئاب، بس يقول لك ماشي الانتظارات ديالي، ماشي هادشي اللي شفت، ماشي هو هذاك، ياك ما انا غلطت في الاختيار ديالي ولا شنو هادشي كما كذبوا عليا، يقدر كاع يدخل في شي حوايج اخرين، فهمتيني؟ دونك ولكن لا جينا نشوفوا حنا علاش كنتكلموا على هذا الموضوع اللي كان فريمون مهم جدا، غير باش نقولوا بان الحياه راه ماشي هي المثاليه. نعم. الحياه حنا فوق الكره الارضيه باش نتعلموا، خصنا بزاف باش نوصلوا لهاد لا كوميم سان ترافاي باش الانسان كيوصل لهاد هو نضج. هو نضج كتنضج كتقول بان ماشي دائما دائما ناخذ غير داكشي اللي انا بغيت، بعض المرات خصني نتسنى بانني غنصدم في حياتي. اوكي ماشي مشكل، خصني بالعكس نلقى حلول، ما نبقاش نبقى غير نبكي على راسي ولا نقول ان الاختيار ديالي ما كانش هو صحيح ولا الانتظارات ديالي تصدمت فيها، كنتعلم منها. نعم. صدمت الواحد كيتقوى كي خصني في عوض من هاد تجارب وهاد لي ديزيلوزيون ما عادش بالعربيه سي سا لو تيرم لهاد ديزيلوزيون ان هي الصدمه، يعني الانسان كيتصدم يعني ديزيلوزيون، يعني كنت كنتظر على واحد الصوره ولقيت صوره اخرى بحال يعني سراب كيمشي يعني شي حاجه بحال سراب شتي بحال واحد في لو ديزير في الصحراء فوالا كتبان ليه هذيك الوازيس هذاك هو السراب يعني ومن بعد هو راه ما كاينش دونك ديك لا ديزيلوزيون خاصنا هي حاجه ايجابيه لا سي فغي ايجابي الناس اللي يمكن كيسمعونا كيسحب لهم نو سي ايجابي علاش؟ حيت كتقوينا حيت الحياه هي هذه كاين حوايج زوينين كاين حوايج قل ماشي زوينين ماشي مشكل ما يدخلش الانسان في التعميم لان بعض المرات كيولي تيعمم يعني ما كاينش شي حاجه تعطيها قيمتها كاين هنا خطر اننا حتى حاجه ما نعطيوها القيمه ديالها اللي تستحق مثلا الانسان تيلمون الى داز من هذه التجربه ديال سيندروم دو باري غيولي اي حاجه شد عليه في البيت ولا اي حاجه كيقلل من القيمه ديالها يعني ما تعطيهاش داك غادي نقولوا احنا محتاجين اننا نبهروا مره محتاجين اننا نتفاجئوا محتاجين اننا تعجبنا شي حاجه مي كاين عاوتاني الناس اللي كتلقى ما كتبقى ترضيهم حتى شي حاجه سي فغي كيدخلوا في لا ديزيليزيون كومبليت يعني كيولي كاين كلمه اخرى بالفرنساوي عاود كنسمح يعني ما عنديش بالعربيه ديزابوزي يعني انسان اللي كيقول لك
حاجه ما بقاتش عجباني. يعني كيفقد ديك الفرحه ديال الحياه، ديك لو بيتيمون، ديك السعاده، ديك الشعله، ديك الشعله ديال الحياه كيفقدها. يعني خصنا لا ما نفقدوهاش. يعني الحياه جميله، يعني كندوزو واحد الوقت قصير فوق هذه الكره الارضيه. ربي كيعطينا واحد عاطينا واحد القوه باش نواجهوا بزاف د الحوايج. يعني كاين شي حوايج اللي غتقدر تعجبنا، واحد اخرين ما تعجبناش، ماشي مشكل. اهم حاجه نحترموا نفسنا، نحترموا الاحتياجات ديالنا، ونحترموا الاخرين، ونعرفوا بان حتى حاجه ما مثاليه في الحياه، لا مكان لا انسان لا سلوك لا حتى حاجه، ولا حتى حنا. دونك حنا هنا باش نتعلموا جميع، والله يصوب الجميع. شكرا لك بزاف دكتوره عمال شباش. موضوعنا ما زالت ليه بقيه مشاهدينا، التحقوا بنا على امواج راديو دوزام من 2 حتى 4 مباشره. الى اللقاء.